اظن عداني العيب اهو. اللي هو ايه ده؟ خرجتك من المصيبه اللي كنت واقعه فيها. ربنا يخليني ليك يا رب. ما انت اللي موقعني فيها اصلا. هو انا اللي قلت لك تصوري الراجل وتشتميه؟ ليه؟ هو انا اللي قلت لك تجيب له بنت شمال عشان تسرقه وتقتله؟ يا بنتي كنت بصور لك اعترافه. ومين قال لك ان انا كنت عايزاه اصلا؟ كنت شلت الموضوع من دماغي. هو انت مفيش حاجه بترضيكي ابدا؟ انا اللي يرضيني فعلا انك انت تحل عني. والله؟ اه والله، وعمرك ما هتشوف مني غير كده. انت ليه بتعملي معايا كده؟ علشان انت بني ادم سطحي وكل تصرفاتك غلط. البني ادم السطحي ده كان هيودي نفسه في 60 داهيه عشان خاطر حضرتك. يبقى توفر مجهودك. ده اخر كلام عندك يا فريده؟ اه ماشي يا فريده. ثانيه واحده لو سمحت، يا ريت تاخد دي. اتفضل. استغفر الله العظيم. بص يا ريم، هو هيجي يقول قدامك كده بمنتهى القوه، هيقول لك سابحث عن من قتله وساقتص له يا حبيبتي. انت بقى يا حب ودلع، وانا ساعترف لك بحبي امام الملأ يا حبيبي. اوكي، وانا ساعترف لك امام الملأ بحبي يا حبيبي. لا ده كلام مجعلص قوي. طب انا هروح اذاكر واجي. روحي. حب ودلع. حاضر حبيبي. وانا بقى انا؟ لا انت قولي الكلام ده بغضب. غضب؟ طب ركز بقى معايا والنبي، مش هتصعب. ماشي؟ نقول ان احنا وصلنا هنا. تمام. اتفضل. اه حبايبي. ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت كويس؟ حلو جدا. خلاص. ممكن يا عم. مش عارف. انت بقى ريم؟ اه. وايه بقى؟ عاملة ايه في المسرح؟ تمام، يعني الموضوع صعب عليا شوية عشان أول مرة، بس دي بحاول. لا لا مش عايزاكي تخافي خالص، وماجد موجود، هو أكيد هيساعدك. هما كلهم بيساعدوني بصراحة، يعني كلهم بقوا أصحابي أوي. مساعدة ماجد حاجة تانية خالص. إيه ما أقولكيش. مش فاهمة قصدك. من الآخر كده يعني، خدي بالك من ماجد. اصل بصراحه ما فيش بنت جت المسرح غير وعلم عليها، وبصراحه اكتر شكلي كنت بداها معاكي بدري. انا قلت اقول لك. يلا ربنا معاكي. باي. ايه ده؟ شوفوا حد كامل معاكم وانا غلطانه اصلا، اعتبرتكم صحابي. يا ريم. ريم يا ريم استني بس، استني نتكلم. يا ملك انت في ايه؟ ريم يا ريم ريم يا ريم بتقف يا ريم، بكلمك في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا ما ينفعش اقف معاك تاني على فكره. يا سلام، ده فجأة كده يعني؟ من ايه ان شاء الله؟ من سمعتك، سمعتك اللي سابقاك وبتلزق في اي حد يبقى معاك على فكره. سابقاني وبتلزق؟ انا ما بهزرش على فكره. طب مش بهزر، قولي لي سمعت ايه؟ بيقولوا ان انا واقعه فيك وهموت عليك. وليه كل ده اصلا؟ عشان انت بطل الفرقه؟ على فكره انا مش بيفرق لي التفاهه دي. مين اللي بيقوله اصلا؟ مين اللي بيقولها؟ هتيجي يقول كده قدامي وانا اقسم بالله هطلع. ايه؟ تضربه؟ عشان بدل ما يكون اتنين تلاته بيتكلموا عليا تبقى الجامعه كلها؟ لا شكرا. يا ريم يا حبيبتي، الشجره المثمره دايما بتحدث بالطوب. بلا شجره بلا مثمره، لو سمحت مالكش دعوه. ما تتدخلش في أي حاجة ليها علاقة بيا، ممكن؟ خسرت الورد على الأرض.